مرحبا بك يا سيدة وزيرة المالية في هذا اللقاء للحديث في جملة من المسائل التي تهم المالية العمومية بوجه عام، ولكن سأتحدث إليك، وكان يفترض أن يكون معنا السيد محافظ البنك المركزي التونسي، عن التمويلات الأجنبية التي تحصلت عليها جملة من الجمعيات التونسية من سنة 2011 إلى سنة 2023. السيدة وزيرة المالية، وأنت تحسنين الأرقام، اقرأي جيدا أمام الشعب التونسي هذا الرقم. الرقم هو 2,316,000,000 دينار و 306,000 دينار. هذا الرقم الجملي للأموال المتدفقة معناها على الجمعيات حسب الوثيقة الموجودة، والتي تم تأكيدها منذ قليل من قبل لجنة التحاليل المالية بطلب مني بعد أن اطلعت على هذه الأرقام يوم أمس، وكان من المفترض أن تقوم هذه اللجنة بدورها كاملا. هذا إلى جانب ضرورة التأكيد على أن هذا الرقم الذي جاء في هذه الوثيقة لا يتعلق إلا بالجمعيات التي تحصلت على مبالغ من الخارج تفوق 500,000 دينار. وهذه الأموال التي توزع في تونس فضلا عن الأموال التي دخلت خلسة، هذه دخلت إلى الحسابات الجارية لهذه الجمعيات المذكورة بالاسم حتى يعلم الشعب التونسي، وهي تدخل في شؤوننا باسم المجتمع المدني. مرحبا بالمجتمع المدني، ولكن لا نريد أن يكون هناك مجتمع مدني يمثل امتدادا لقوى ودول من الخارج، ويجب ضبط الأمور في هذا المستوى.